أعزائي جريدة الوطن، نحن من داخل حرم معبد الأقصر حيث تتم إزالة قصر توفيق باشا أندراوس، والذي يعود عمره لا أكثر من 120 عاما، وتتم أعمال البناء منذ يومين ماضيين، حيث بدأت إزالة الأجزاء الخلفية من القصر في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني بدأت إزالة النوافذ الخشبية، وعقب ذلك تم إزالة الأجزاء الخلفية من القصر نفسه اليوم صباحا. وحتى هذه اللحظة يتم إزالة الأجزاء الخلفية من القصر، والذي يوجد في خلف معبد الأقصر، وتحديدا داخل حرم معبد الأقصر وفي واجهة كورنيش النيل داخل محافظة الأقصر. وشهد قصر توفيق باشا أندراوس العديد من الأحداث، سواء كانت السياسية أو أحد الجرائم البشعة، حيث شهد مقتل نجلتي توفيق باشا أندراوس في عام 2013، حيث عثر عليهن، على الفتاتين، وعثر على إحداهما مقتولة من ومضروبة من الأمام والثانية من الخلف باستخدام آلة حديدية، وتم اكتشاف هذا الأمر بعد يومين من عملية القتل من خلال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، ولكن لم يتم التوصل للجناه من يومه وحتى اليوم. الأحداث التي شهدها القصر: استضافة الزعيم الراحل سعد باشا زغلول أثناء محاولته الهروب من الإنجليز، حيث كانت تتم مطاردته، وتم استضافته في القصر داخل محافظة الأقصر. وآخر الأحداث التي شهدها قصر توفيق باشا أندراوس، والذي يوجد أمام كورنيش النيل بمحافظة الأقصر، وهي عمليات تنقيب عن الآثار بأسفله من قبل عدد من اللصوص، كان من بينهم إحدى ورثة القصر، وبالتالي أثرت هذه عمليات الحفر هذه على الجدران المعبد، حيث أصيب بالتصدعات بناء على تقرير من لجنة معاينة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أكدت وجود تصدعات وبعد المشكلات في جدران المعبد نتيجة أعمال الحفر التي تمت بسبب هؤلاء اللصوص. وتم اكتشاف الأمر عقب عمليات الحفر أو أثناء عمليات الحفر من خلال ظهور بعض أعمال الرديم والحفر التي تم إلقاها خلف القصر. وعندما تم اكتشاف هذا الأمر تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وبالتوصل ومن خلال التحريات تم التوصل لمرتكبي الواقعة وتم القبض عليهم. وعقب ذلك تم تحديد لجنة من قبل المحافظة، والتي حددت وأكدت وجود تصدعات داخل جدران المعبد. بالتالي هيئة الآثار داخل محافظة الأقصر أعلنت عن رفع قضية لضم الأرض التابعة التي أنشأ عليها القصر بعد إزالته لحرم معبد الأقصر، خاصة وبعد التأكد من وجود مشكلات بجدران القصر نتيجة عملية الحفر والتنقيب التي تمت، فكان لابد من إزالته. وبناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تم تحديد ذلك، ثم تم اتخاذ القرار من قبل الأجهزة الأمنية وسلطات المحافظة بإزالة القصر، والتي تمت منذ يومين وتستمر حتى بعد غد.